السلام عليكم. هو ينفع الجواز يبتدي وتحت بنوده الخوف والقلق والتوتر، عدم الراحة، عدم الحب، حاجات كتيرة بقى، وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي تندرج او المفروض اللي ما تندرجش تحت قصة الزواج؟ يعني طيب، القصة بتاعت النهاردة اول حاجة فيها كلمة الخوف والتوتر والقلق من العلاقة الزوجية مع جوزها. ده المبدأ الأساسي في القصة بتاعت النهاردة. طيب، السوشيال ميديا نزل لنا اليومين اللي فاتوا فيديو رهيب، فيديو أنا شايفه إنه هو أكتر من كلمة رهيب بكتير، وخصوصا إن الفيديو ده فيه أم وفيه ابنها اللي عرفنا بعد كده رمته. المانشيتات كلها بتقول فيديو لمصرية تلقي جثة رضيعها داخل صندوق قمامة. الموضوع ده كله حصل في شمال القاهرة، تحديدا في شبرا الخيمة في القليوبية. المتهمة شين مين، 31 سنة، اتمسكت واعترفت قدام المباحث بكل حاجة، واعترفت قدام كمان النيابة، نيابة شبرا تحديدا بكل حاجة. الموضوع ببساطة خالص، الست شين، مش هنقول اسمها طبعا، كلنا عرفناه، شين ولدت بيبي زي الفل، وهي بترضعه اتخنق مات. ده على حد كلامه. هو تقريبا في حاجة معينة في موضوع الحوامل او في موضوع لما بتيجي ترضع الست البيبي، كاتبين حاجة اسمها إفاق، انا ما اعرفهاش، ما دورتش عليها لان هي يعني مش هتفرق معايا كتير قوي، لكن في المجمل الطفل توفى عن طريق ان هو اتخنق وهو بيرضع. الام خافت تعمل ايه؟ طبعا دي ام وده رضعها، جنينها يعني اللي تعبت فيه 9 شهور. الام تعمل ايه في حاجه زي كده؟ تصوت ولا تحاول تسعف الولد او تحاول تسعف الطفل ده، ولا تزعق تجيب الجيران كلها، ولا تتصل بالنجدة، ولا ايه التصرف السليم اللي يحصل في حاجة زي كده لو حصل اختناق للطفل الصغير ده؟ حصل الاختناق للطفل الصغير، ما قدرتش تعمل اي حاجة، ما قدرتش تصوت، على طول فكرت في فكرة جهنمية، جابت الطفل الصغير وراحت رميته في اقرب مقلب زبالة جنب بيتها، رمته في مقلب الزبالة. رمت ابنها اللي حملته 9 شهور في بطنها، اللي طلع عين أهلها علشان تجيبه، ورمته في مقلب الزبالة. تسكت على كده؟ لا، ما تسكتش. الشيطان شغال في دماغها، الخوف والقلق والتوتر. هنقول ليه؟ على طول جريت على اسم الشرطة الساعة 9 الصبح، دخلت على ضباط المباحث النبطشية، من النبطشية طلعوها لضباط المباحث، ضباط المباحث استقبلوها، وخصوصا الكلام اللي هي قالته كانت خطير. قالت انا كنت في السوق دلوقت وابني اتخطف مني وانا حطاه جنبي وانا بشتري حاجات. الامر بصراحة مش هنقول مش منطقي، لان كتير من الستات بتعمل حاجة زي كده، وخصوصا اللي هم مش متعلمين، عفوا خلينا نتكلم بصراحة، بيعملوا حركات زي كده، وانا شفتها بكتير وحصلت كذا مرة، ان هم بيشتروا الحاجة وبيحطوا البيبي بتاعهم، يدوه لحد، يدوه على، يحطوه على الرصيف، بيبي لسه صغير شهر شهرين ثلاثة. أنا شفتها كتير الحركات دي. ما علينا. المهم الست دخلت لضباط المباحث قالت لهم أنا ابني اتسرق مني أو اتخطف مني وأنا بشتري حاجات من جوه السوق. طبعًا البلاغ رهيب، البلاغ مش سهل، وخصوصًا إن ليه تبعيات تاني ممكن الواحد يفكر فيها ويعمل لها مليون سيناريو. منها اتخطف علشان يتباع، منها اتخطف علشان تجارة أعضاء، منها اتخطف علشان ياخدوا الولد ده يتسولوا بيه او ان هو يشغلوه في حاجات كده مع المتسولين، حاجات كتيره بيرسمها ضابط المباحث في دماغه على طول كسيناريوهات. فالموضوع لازم ان انا اتاكد منه ومن اهميته ان هو صحيح بنسبه 100%. مش هكذب الام طبعا اول حاجه. ما علينا، ضباط المباحث على طول في دقائق خدوا الست ونزلوا مكان المكان اللي هي كانت بتقول ان هي اتخطف الولد الصغير منها. عملوا تحرياتهم، عملوا فرق بحث، في خلال 5 ساعات كانوا جايبين الدنيا كلها.
عرفوا الليلة كلها رايحة فين وجاية منين. المكان اللي هو كان موجود صعب قوي يحصل فيه عملية خطف أو عملية سرقة، حتى عملية سرقة بسيطة. مكان شعبي، مكان مزدحم، سوق كله ناس رايحة جاية، يعني اللي هياخد حاجة ويخطفها وحد زعق هيجيبه أمه من قفاه. فالأمر منتهي في الموضوع ده إن المكان نفسه ما ينفعش فيه عملية خطف أو عملية زي الست اللي قالت عليه دي. رقم واحد. رقم اتنين، الشرطة على طول فرغت كاميرات المراقبة في المكان ده، ما لقيتش أي عملية خطف أو سرقة في المكان اللي هي الست كانت بتقول أنا كنت متواجدة فيه. فأصبحت هنا في نقطتين مبهمين عند رجال المباحث، إن هي الست بتقول كلام مش صح، ولكن إحنا خلينا برضو موجودين معاها لغاية الآخر. دي كانت تاني نقطة. ساعات قليلة وجاب بلاغ للشرطة في نفس المنطقة وجود جثة طفل صغير مرمي في مقلب الزبالة. على طول الشرطة جريت عليه، راحت هناك مسكت الطفل الصغير، لقيته بنفس المواصفات اللي أدلت بيها المواطنة شين ميم اللي هي الأم اللي عملت الليلة دي كلها. قالوا لها ابنك أهو، قالت لهم لأ مش ابني، لأ ابنك. المهم ضباط المباحث ما يقفوش برضو لغايه هنا علشان يجيبوا الدليل القاطع، جابوا كاميرات المراقبه اللي موجوده حوالين مقلب الزباله. الاهالي هي طبعا اللي بلغت عن وجود الجثه اللي بتاع الطفل الصغير في مقلب الزباله. المهم ضباط المباحث جابوا كاميرات المراقبه، لقوا الست جايبه الطفل وبترميه. الفيديو انتشر ومنتشر على وسائل السوشيال ميديا كلها للعلم. بمواجهه رجال المباحث مع الست قالت لهم فعلا انا عملت كده اهو. السبب في كده ايه بقى؟ طلع السبب انا شايفه بالنسبه لي سبب قاتل مهين. السبب ان هي خافت ان هي تبلغ جوزها بحاجه زي كده ويبلغ عليها ويدخلها السجن. طب انت متجوزاه ليه اصلا يخرب بيتك؟ يعني انت خايفه من جوزك ان هو يعرف ان هو ابنه مات او بنته ماتت او طفله الصغير مات نتيجه خطأ معين مش منك، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي كاتب حاجه زي كده، طبعا الاعمار دي بيد الله. انت خفتي بقى منه وقلقتي منه وعملتي حاجه زي كده، اخترعتي القصه دي كلها، ده انت ولا مخرج ولا مؤلف ولا سيناريست تعملي حاجه زي كده. هي قالت لضباط المباحث وقالت لوكيل نيابه شبرا الكلام ده كله. قالت له انا خفت من جوزي ان هو يعرف ان الولد اتقتل يفكرني انا اللي قتلته وده غصب عني، فكرت بعد كده ان انا ارميه واتصل بعد كده بجوزي واقول له انا ان الولد اتخطف واروح اعمل محضر وده فعلا اللي حصل. وللاسف ده القصه من اولها لاخرها. طيب هي الفكره في حاجتين صغيرين، مع احترامي الشديد جدا، انت ام ازاي تعملي حاجه زي كده؟ دي رقم واحد. طبعا انت ما تعتبريش ام تماما. تاني حاجه، انت اتجوزتي الراجل بتاعك اكيد في خلافات ما بينك وما بينه، علشان تفكري ان هو ممكن يعمل حاجه زي كده يبقى اكيد بيهينك او بيضربك او حاجات كتيرة قوي، سيناريوهات كتيرة قوي موجودة في الموضوع ده. ولكن في المجمل اللي عملتيه حاجة رهيبة، حاجة ما تعملهاش واحدة مش هنقول بقى مش أم، واحدة قاتلة محترفة كمان. يعني بيبقى عندهم القتلة المحترفين دول بيبقى عندهم شوية قلب ساعات. أنت أم الطفل وما عملتيش حاجة زي كده وما كانش عندك رحمة. متجوزة جوزك، خايفة منه، اخلعي منه، قولي له مش عايزاك. ما دام أصلاً ما فيش حب، جبتي الواد ليه؟ هو أنت تجيبيه وبعد كده تطلعي متين اهالينا احنا بقى على نتفرج على فيديو زي اللي احنا شفناه ده والاسم او المسمى في الاخر اللي انت ام؟ لا حسبي الله ونعم الوكيل فيك في حاجه زي كده. خلي بالكم من المواضيع دي كتير قوي، خلي بالكم من الجوازات اللي هي سببها فشل العلاقات وبتدخل السجن وبتعمل مليون خيانه وبتعمل مليون مصيبه، خلي بالكم من الحاجات اللي زي كده. دي قصه الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا للست المصرية اللي هي تحديدا من شبرا الخيمة الأليوبية اللي رمت طفلها الصغير داخل صندوق إمامة والكاميرات كشفتها. كاميرات مهمة قوي على فكرة، يا ريت تبقى منتشرة في كل الأماكن. السلام عليكم.